في سؤال من رسالة روميا أصحاح 3 وعدد 5 بيسأل عن معنى الآية، ولكن إن كان اسما يبين بسم بر الله. أو اسما يبين بر الله في فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ حاشا. فإيه برضو يقصد إيه بال روميا 3 روميا 3 عدد 5 لكن إن كان إثمنا خطيتنا يعني يبين بر الله، يعني هو بيقول لو كان خطيتي أنا تبين إن الله هو وحده بس البار فماذا نقول؟ يعني مفروض ربنا يفرح إن احنا نغلط، عشان لما بنغلط بيبان هو بس الكويس. يعني بولس الرسول هنا مش بيقول حقيقة، ده هو بيدي فرد عايز يوصل معانا النتيجة فبيمشيها معانا كده. طبعا بيقول هنا معنى كده ان الله الذي يجلب الغضب ظالم، يعني هو فرحان ان احنا بنغلط عشان اسمنا بيبين بره، بعدين يعاقبنا يبقى ظالم. قال لا حاش، اتكلم بحسب الانسان يعني حسب مفهوم الناس. طب وفي عدد 7 يا سيدنا برضه بيقول ايه؟ كيف يدين الله العالم ازاك؟ هيدينهم ازاي بقى اذا كان هو فرحان ان احنا بنغلط؟ طبعا هو هنا بولس الرسول مش بيقرر حقيقه، ولكن بينتقد فكره موجودة عند غير المؤمنين. العدد 7 أنت عايزة تقوليه بقى؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، إذا كنت بقراها صح، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ بالظبط كده نفس الفكرة. ناس يقولوا إن صدق الله يزداد لما أنا أكذب، فيلا بقى نكذب عشان يبان إن ربنا صادق. مش معقول. قاعدين يقول لماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ هنا بولس الرسول مش بيحط قاعدة ننفذها ان احنا نكذب عشان يبان صدق الله. عشان كده بس اقراها طول الايه 8 تقول ايه؟ اما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم اننا نقول ان لنفعل السيئات لكي تاتي الخيرات الذين دينونتهم عادله. الفكره دي جت منين يا سيد؟ يعني فكره انه انا بغلط فكده يبان بر الله، يبان عظمه الله، يبان ان الله وحده هو اللي صادق. ما انت عارفه دي زي ايه؟ لما يكون مثلا في فصل كلهم متفوقين، فانا مهما تعبت مش باين في وسط المتفوقين دول. لكن فصل كلهم فاشلين وانا الوحيد المتفوق، ومش متفوق بقى ده انا مجرد بنجح، يقول لك يا فلان نجح. يبان الضعيف في وسط الضعفاء اكتر من ان هو قوي. فهو عايز يقول دي فكره موجوده عند الوثنيين، ان احنا لنفعل السيئات لكي تاتي الخيرات، ان احنا صدق الله يزداد بكذبي، ان انا لما اعمل خطيه يبان بر الله. فقال لهم دي مش عندنا. طبعا انا اشكر اللي بعت السؤال ده ليه، لان في ناس اخذوا النص ده وقالوا المسيحيين بيقولوا لازم نكذب عشان الله يبان صدقه، لازم نعمل خطيه عشان الله يبان بر. لان انا بالعكس لو قريت النص هلاقي بولس الرسول بينتقد هذا القول وبيقول كما يفترى علينا، كما يزعم قول اننا نقول. اللي ما بيكملش الايه بس هو اللي مش هيفهم ده. احنا لو خدنا الجزء، يعني لو قريت العدد في السؤال لوحده كده هنفهم ان بولس الرسول يبان دي حقيقه بيقررها بولس الرسول. يلا نكذب علشان يبان صدق الله، يلا نعمل اثام عشان يبان بر الله، محدش بيقول كده. واحيانا ده بيبقى مبرر، يعني ما احنا كلنا غلط، ف يعني انا طب ما اعمل، ما كلنا كده. شوف بقى العكس، ربنا قال ايه؟ كونوا قدسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس. فاحنا كونوا كاملين كما ان اباكم كامل. يبقى احنا نتشبه بالمسيح، وان كان طبعا احنا بالنسبه الصغيره بتاعتنا هو الكمال المطلق والقداسة المطلقة، وإحنا نسبيا يتقال على فلان أيوب البار، نوح البار، إبراهيم الصديق، لكن البر بتاعهم نسبي نسبة إلى بر الله المطلق. انعكاس الضوء علينا بس. بالظبط كده، التعبير ده جميل.